أنا أم لثلاث أولاد ومن زمان أفكر أني أعمل مشروع سبحان الله وما كانت الظروف مساعدة لكبر أولادي فاتوا جامعاتهم بلشوا خلصوا أمورهم أنا هون لقيت حالي أني قاعدة في فراغ بنتي سافرت على سوريا تدرس هذا الوقت أنا كثير كنت زعلانة فيه من الزعل أنا طلعت بمشروع حلو من زعلي على أنه شلون بنتي سافرت وتركتني قلت لازم أعمل شيء لحياتي ما أنت مزعلانة قمت بمشروعي من بعد هذا الزعل والحمد لله كنت كثير مبسوطة باللي عملته بلشت بمشروع صغير بغرفة ببيتي كان المشروع بداية شفت حالي انه انا ما انبسط بهذا الشيء انه هذا الشيء ليش انا بلش بغرفة ليش اللي عندهم بوتيك وصاروا مالهم احسن طلعت من هي الغرفة لا الحمد لله رب العالمين بوتيك اكبر شوي من هذا البوتيك الاكبر شوي قلت ليش طيب هيك تم كمان صغير صاروا يجوا لعندي يقولوا انه نحن بنستحي نقول من هذا البوتيك الصغير قلت ليش ما انه بضاعتي بتنافس اكبر محلات بالدوحه قلت لازم يكبر هذا الشغل وبرضى رب العالمين ورضى الوالدين الحمد لله رب العالمين حسيت انه هلا افضل من قبل ورضيانه نوعا ما على اللي عم بعمله الحمد لله بوتيك زفافي بيقدم خدمات للعرايس اللي هي فساتين العرس فساتين الزفاف فساتين الخطوبة بنقدم بروفاتنا حلوة لك العروس تنبسط معنا بالأجواء الحلوة نتميز بالخصوصية الخصوصية بتحبها كل عروس تجي هي وأهلها في خصوصية تنبسط بعلمها كيف المشي هذا كتير في سر حتى تكون هي عروس مبسوطة بعرسها في إلى طلة لازم بتعيش جو حلو بعيشها الجو الحلو بعلمها كيف تمشي كيف تكون مبسوطة كيف هاليوم ما تكون خايفة منه مر بجو حلو يعني هذا الشيء تميزت فيه وحبيت اللي عملته سبحان الله صرت اللي بيجوا لعندي يقولي بالفعل نحن عايشين فلا بيوم العرس بلشتينا بأجواء حلوة صاروا يجوا عندي يفرح ويطلعوا فرحانين هذا الشيء أنا فرحني بزيادة دائما أنا بطلع مو كل شيء مادي مو كل شيء بالحياة مادي بالعكس البسمة حلوة وإعطاء الفرح للآخرين حلو أنا بحب كثير أعطي الفرح اللي قدامي واللي حولي وهذا شغلي الحمد لله أنا مبسوطة فيه عطيت فرح للي حولي وللعرايس اللي عم يجوا لعندي ولكل حدا بتشرف فيه هلا أنا كثير بتمنى إن شاء الله يكون عندي معرض كثير كبير إن شاء الله هلا أنا كنت دارسة أدب عربي سبحان الله ودراستي غير مجال اللي أنا حبيته حبيت التصميم هلا صرت عم فصل عند كذا مصمم من فئة الشباب أنا كثير بآمن بفئة الشباب يكون يعطوني أشياء حلوة بحط بصمتي على كل فستان بتمنى لبعدين إن شاء الله يكون عندي بوتيك كبير معرض كبير لعرض الفساتين يكون متميزة بالدوحة وأنا الدوحة بحبها وبحب ناسها إن شاء الله نكون متميزين نعطي البسمة للجميع وجه لهم رسالة شكر ومبسوطين نحن بالعيشة بقطر الله يديم هاي البلد يا رب أمن وأمان يا رب تتم هيك وكل سائر بلاد المسلمين بعدين لو ما البلد فيها أمن وأمان ما قدرنا نعمل شيء بصراحة لأننا نحن مبسوطين ومرتاحين
بقى الله يديم الأمير الوالد والأمير تميم والشيخة موزة وكل الشيوخنا اللي بالبلد، إن شاء الله بتكون بلد دائما خير وأمان يا رب. الفخر أنا قطري، أنا قطري، أنا قطري ودايم بيوي قطر غالية ومحبوباتي، يومك شدايد والواغة مثل الحجر ما نقطري. بوجه رسالة شكر لزوجي. زوجي هو كان الداعم الأول إلي بمشروعي، هو اللي آمن بفكرتي صراحة، يعني لو لا أنا ما بقدر أعمل شيء. بقى هو كان داعم أول شيء نفسي، داعم مادي، داعم معنوي بكل الأمور، الحمد لله رب العالمين. أولادي كانوا كتير مساندين ومبسوطين فيني، قالوا لي ماما نحن معتزين باللي عم تعملي، فخورين فيك. أنا كتير مبسوطة أني ما أكون أم عادية، بحب التميز، تميز حلو، حلو نكون أم وحلو كمان نكون فعالين بالمجتمع. بعدين نحن بعدين يعني رب العالمين حاسبنا على الوقت، لازم هذا الوقت نستفيد منه. أنا هلأ مبسوطة إنه الوقت كله ماشي برضا رب العالمين، ما في وقت فاضي. بقى الحمد لله رب العالمين، مبسوطة باللي بيعملته وولادي فخورين فيني وأنا فخورة باللي هن عملوه، والحمد لله رب العالمين كل شيء تمام.